في إطار الحفاظ على الصحة العمومية وبناء على معلومات تحصل عليها أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسحاولة، مفادها وجود مذبح سري للحوم البيضاء غير صالح للاستهلاك البشري، يقوم صاحبه بذبح الدواجن الديك الرومي بطريقة غير شرعية وبيعها بمستودع يقع بإحدى مزارع بلدية سحاولة. في هذا الصدد وبعد الاستغلال الجيد للمعلومة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية، تم وضع خطة محكمة ومداهمة المكان بالتنسيق مع مكتب التجارة فرقة قمع الغش ببئر مراد رايس، الطبيب البيطري بالإقليم، مفتشية النظافة العمومية والبيئة، أين تم العثور على المكان في حالة كارثية وانعدام شروط النظافة، خاصة وأنها موجهة للمستهلك، كما أن صاحب المذبح لا يحوز على أي وثيقة تسمح له بممارسة هذا النشاط. العملية مكنت من توقيف 3 أشخاص مع حجز 1030 كيلوغرام من الديك الرومي مذبوح غير مفرغ بقيمة مالية تقدر ب 39 مليون و1400 دينار جزائري، إضافة إلى حجز ثلاجتين معطلتين. على إثر ذلك وبعد الاستعانة بالمصالح الطبية البيطرية المختصة، تبين أن الديك الرومي المحجوز غير صالح للاستهلاك البشري، أين تم إتلافه مع إتلاف المعدات المستعملة في الذبح.